بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله هنتكلم تحت العنوان Adding Pictures عشان نبتدي نضيف صور يا جماعة بمنتهى السهولة. هنبتدي نروح لقائمة Insert، بعد ما طبعا بنكون في وضع السلايد فيو هنروح لقائمة Insert، ومن Insert نضغط على Picture. هبتدي يفتح الوزر بتاع انسيرتنج بيكتشرز، نبتدي نعمل لوكيتنج للصوره اللي احنا عايزين نعمل لها انسيرتنج. الاكستنشنز اللي بيدعمها كتيره جدا، من اي اف دبليو ام اف جي بي جي جي اي بي جي تي اي، اكستنشنز كتيره، ومنها اكستنشنز بتدعم الترانسبيرنسي، وفي اكستنشنز برضو بتدعم الويب وامتدادات مختلفه للاكستنشنز تبعك. جاست كليك عليها وابتدي اعمل لها اوبن، وهتلاقي ان الصوره بتاعك بتبتدي تدرج بشكل تلقائي جوه، او بيتم ادراجها جوه مساحه العمل بتاعك. واول ما تعمل عليها سيلكشن بيفتح لك قائمه فورمات، طبعا الكلام ده هنتكلم عنه في حلقه منفصله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.